رجل يقول: في قريتنا يتم زواج البنات وهن صغيرات غير بالغات، فما حكم الدين في هذا الزواج، خاصة أن الفتاة قد لا تدرك معنى الزواج؟ وهل هناك سن محددة يجيزها الشرع لصحة عقد الزواج؟ ولماذا قررت بعض الدول سنا معينة قد لا تتفق مع ذلك؟ التشريعات القديمة لم تهتم بتحديد سن للزواج، حتى جاء في أوروبا جستنيان فحدده ب12 سنة للبنت وب14 للولد. وإذا كان ذلك لم يحترم بعد دخول النصرانية أوروبا، كما حدث في زواج ماري ستوارت لهنري الثامن وسنها 6 سنوات، لكن الزواج المبكر كان منتشرا في بعض البلاد الشرقية وما تزال صورته في العصر الحديث، كالهند التي تزوج الأجنة في البطون بناء على فلسفة دينية فيها أن مجرد اسم الابن يخلص أباه من جهنم، ثم انتهى الأمر عندهم إلى تحديده. ومجاراة بسنة التطور، لجأت الدول إلى وضع سن محددة للزواج، وإن كان الناس يتحايلون على عدم احترام ذلك بطرق شتى. الإسلام لم يضع سنا محددة للزواج، وإنما وضع حدا للتكليف بوجه عام، وهو البلوغ، إما بالعلامة الطبيعية أو بمرور 15 سنة قمرية، وللظروف أثرها في العلامة الطبيعية، غير أن هذه السن لم يجعلها الإسلام أساسا لصحة العقد، فقد أجازه قبل ذلك عن طريق أولياء الأمور. وعلى الرغم من عدم تحديد سن الزواج، فيستحسن أن يبكر به بأن يكون في أوائل سنوات البلوغ، حيث يكون نضج الفتى والفتاة، وذلك لعصمتهما من الانحراف. ومع ذلك في التبكير الشديد إرهاق بالتكاليف التي تحتاج إلى عقل ورشد. ومن هنا أرى أن قيام بعض الحكومات بتحديد سن الزواج فيه خير، على أن يراعى في التحديد كل الظروف، وتجب طاعة أولي الأمر في تنفيذ القوانين والقرارات ما دامت فيها مصلحة، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. والله أعلم.